Grazie مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وبنبدا معكم فقره حواريه جديده في هذا الصباح وزي ما احنا شفنا في النقاط السابقه هنتكلم عن فكره التعصب الكروي وكيف يمكن مواجهه هذا الامر او التعصب الرياضي بشكل عام يعني عموما في ظل هذه الجهود من الاتحاد العربي للثقافه الرياضيه لتدشين المركز الدولي للحوار الرياضي بالطبع في مواجهه هذه الظاهره اللي بدات الى حد ما تنتشر للاسف في المجتمع المصري في ظل هذا التعصب في ظل يعني وجود اختلافات للراي كثيره في الحقيقه بين افراد الشعب المصري حول بعض المواقف الرياضيه وايضا الاختلاف من جانب بعض المسؤولين ايضا تجاه بعض القضايا الرياضيه. اذا احنا نواجه هذا الامر نؤكد على ترسيخ قيم التسامح، المحبه، الروح الرياضيه وغير ذلك من الامور والقيم اللي احنا تعودنا عليها لسنوات كثيره في الحقيقه لكن ربما الفتره الاخيره هي فتره استثنائيه يعني تحتاج الى وقفه لاعاده التقويم مره اخرى. عموما هنتكلم عن هذا الامر مع ضيفي الكريم في هذه الفقره الاستاذ علي خلاف الناقد الرياضي مرحبا بحضرتك استاذ علي مرحبا بك وصباح الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين سبحان الله في البدايه بقى اهميه هذا المركز احنا ممكن احنا شفنا ظواهر غريبه الى حد ما خلينا نقول اللي هي غريبه بالفعل صحيح. على المجتمع المصري اهميه هذا المركز لتقويم هذه السلوكيات الخاطئه يمكن تدشين هذا المركز وهو مركز دولي للحوار الرياضي جاء في وقت غاية في الأهمية مع بداية موسم ومع نهاية موسم كان جيد من حيث الموافقات الخاصة بزيادة الساعة الجماهيرية وعودة الجماهير من ثم للمدرجات ولكن أنا بتكلم أن وقت مثالي أنك أنت تبدأ تدشن مركز مهم جدا أنك أنت تعمل من خلاله ندوات وتعمل من خلاله لقاءات وتوعية هامه جدا لكل الجماهير مع زياده ظاهره التعصب الرياضي في المجتمع في الفتره الاخيره وده كان بيؤثر بالسلب على العلاقات حتى بين افراد الاسره الواحده وبين الاصدقاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لكن انت تاسس هذا المركز فده ليه ابعاد كتير وليه اهميه كبيره من حيث انك انت رقم واحد بتوعي مش هبدا بالجماهير الناس دايما بتتكلم عن توعيه الجماهير وناسيه بعد خطير جدا من ابعاد مشكله وانا بقول حضرتك مشكله انها فعلا مشكله مشكله التعصب الكروي او التعصب الرياضي للانديه او التعصب بين الجماهير الناس ناسيه توعي المسؤولين معلش هو التعصب بيبدا من خلال المسؤولين معلش يعني لما يكون كل مسؤول في كل نادي وخاصه ولا سيما الانديه الجماهيريه عارف قيمه النادي اللي هو فيه وعارف قيمه الجماهير اللي بتشجع النادي وبتبقى خلف النادي بالملايين وعارف قيمه الكلمه اللي بتخرج منه ان كانت كلمه سلبيه او ان كانت كلمه عصبيه او ان كانت هجوم على نادي اخر منافس سواء هنا او من هنا بتبقى ليها صدى غير عادي على مواقع التواصل الاجتماعي وانا بقول لحضرتك هي مواقع التواصل الاجتماعي دي واقع افتراضي ولكن م. هناك واقع حقيقي ممكن تشوفه مثلا بين الاولاد في المدرسه. واحد بيشجع الاهلي او واحد بيشجع الزمالك ممكن تشوفه مثلا بين اثنين مثلا في مقهى شعبي وبما ان احنا كنا بنتكلم عن موضوع التعصب الرياضي فانا امبارح انا كنت في احد المقاهي الشعبيه معدي لقيت اثنين بيتخانقوا على مقهى شعبي ليه عشان موضوع مثلا كهرباء وخناقه تطورت الى الضرب والتطور آه. فعشان كده اهميه المركز في التوعيه والتوعيه السليمه والتوعيه الحقيقيه وان هم ما هو لما الجماهير يا جماعه تشوف وفاق بين الانديه الجماهيريه وبين مسؤولين الانديه الجماهيريه وتشوف توعيه من قبل رؤساء مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره والنجوم السابقين وتشوف توعيه برضه من من خلال اعضاء مجلس الاداره هنا وهناك وتعامل وود وشفنا الكلام ده في ماتشات اهلي وزمالك ولكن احنا عاوزين الكلام ده بشكل فعلي ما بين رؤساء الانديه الجماهيريه وبين النجوم لكن انك انت دلوقتي بقيت تشوف رؤساء مجالس ادارات بيهاجموا انديه منافسه واعضاء ولاعبين سابقين لهم اسم وتاريخ بيطلعوا بقى احنا بقى بقينا في عصر السوشيال ميديا م. الوضع اختلف عن زمان بشكل كلي وجذري انت بقى في عصر السوشيال ميديا فبقى ليك متابعين والناس كلها اعدادها ما شاء الله زاد فبقى تدخل بقى ايه حاجات بقى اللي هي بتعجب الناس اليومين دول التحفيل فانت بقى بتتخلى عن نجوميتك وتتخلى عن قيمتك وتتجه لموضوع التحفيل عشان الترند وما شابه هذا فلازم فلازم يكون هناك توعيه لكل النجوم ولكل اعضاء مجلس الاداره ورؤساء مجلس الاداره وبعد كده نبدا نوعي في الجماهير هنتكلم عن الآليات بقى كمان يا دكتور اللي خلق هذا الوعي داخل المجتمع يعني ايه الآليات اللي هتتبعها المركز في هذا الامر هيبقى مثلا زي ما انت حرك ذكرت في ندوات في مؤتمرات في لقاءات مختلفه مع رؤساء النوادي وغير ذلك من الامور الاليات اللي هيعمل بها المركز او الخطه الموضوعة لهذا الامر طيب هو اولا المركز في الفتره اللي جايه هيقوم بعدد من الادوار منها رقم واحد اقامه ندوات رياضيه بمشاركه عدد من القيادات البارزه في الوسط الرياضي في مصر ومن نجوم الانديه الكبرى سيما الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري ينزلوا ندوات في اكتر من محافظه مش في مقر المركز بس لا في اكتر من محافظه واكتر من نادي ويجتمعوا بعدد من الجماهير ويبداوا يعملوا حملات توعيه حقيقيه وسليمه لاهميه نبذ التعصب الرياضي وارساء مبدا الروح الرياضيه والثقافه الرياضيه بين كل المشجعين ويعني هي في الاول وفي الاخر ترسيخ مبدا ان هي رياضه رياضه طبيعي يكون فيها فائز ويكون فيها خاسر ويكون فيها منهزم ولكن لكن في الاول وفي الاخر تبقى العلاقات الانسانيه فوق اي نادي وفوق اي مصلحه اي نادي العلاقات الانسانيه الساميه والقيم المجتمعيه السليمه لان في الاول وفي الاخر احنا يا جماعه في مجتمع واحد انا بختلف انا ممكن يكون مثلا والدي اهلاوي او اخويا اهلاوي ايه المشكله او صديقي اهلاوي او صديقي مثلا زملكاوي ايه المشكله انا في الاول وفي الاخر اصدقاء وجيران واخوات وفي نفس المجتمع واحنا دولتنا بتتقدم في عدد من الموضوعات فلما يكون هناك في تعصب رياضي فده نقوص خطر كبير جدا على عملية التنمية وعملية التقدم في الدولة المصرية فلازم نحل المشكلة ونحل المشكلة من جذورها يعني احنا بلاش نروح لمبادرات نبذة التعصب لا انا انا بتكلم بقى ان انت لما تيجي تحل مشكلة تدور على جذر المشكلة واساس المشكلة وتحل لكن ما تحلش المشكلة كده من على الوش او من على السطح يجب ان يكون هناك دور كبير جدا من المسؤولين وطبعا انا اعلم تمام العلم ان الدكتور اشرف صبحي بيسعى بشكل جاهد ل تدشين هذه المبادره وتفعيلها في اكثر من مناسبه واطلق اكثر من مبادره للتصالح م. بين كل الرؤساء وبين معظم المسؤولين في الانديه الجماهيريه واتمنى ان هذا المركز يلقي بظلاله في بالفائده في الفتره المقبله طيب. من وجهه نظرك ليه احنا وصلنا للمستوى ده يا استاذ علي؟ يعني ليه وصلنا للمرحله دي؟ مع ان ما كانش ده يمكن حاجه زي ما احنا قلنا في الاول كده اللي دي حاجه استثنائيه او غريبه علينا ما كناش متعودين عليها دايما وكان دايما فيه روح رياضيه حتى لو كان في بعض المناوشات او الحاجات البسيطه اللي احنا كنا متعودين عليها بس ما تتعداش للامر اللي احنا بنشوفه ده صحيح. اولا لما نتكلم ان السوشيال ميديا لما دخلت في مصر والفيسبوك لما دخل في مصر في 2009 وبعد كده بدا ان اعداد المستخدمين بيزيدوا وعدد منصات مواقع التواصل الاجتماعي تزداد والناس كلها تقريبا دلوقتي بقى عندها حسابات على كل المنصات فبقى في عدد مستخدمين بيستخدموا الواقع الافتراضي انك انت قاعد بتتكلم من ورا شاشه فده بقى يحميك انك انت مثلا تتطاول من غير ما حد يحاسبك يبقى مفيش رقابه قويه على مواقع التواصل الاجتماعي بقى برضه في ظواهر برضه مختلفه وغريبه عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بقوا آآ شراره آآ خطيره جدا جدا في الوسط الرياضي وبقى هم اللي بيغذوا وبيقوموا بعمليه التغذيه لموضوع التعصب الرياضي. يطلع مثلا واحد مثلا بلوجر او واحد مدون على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا اهلاوي فيطلع مثلا يهاجم نادي الزمالك ويهاجم مثلا رئيس نادي الزمالك والعكس صحيح فده طبعا الراجل ده بيبقى عنده متابعين والمتابعين دول بالملايين ودلوقتي بقت المشاهدات بتبقى مرتفعه فممكن يتفرج على الفيديو هذا الفيديو المتعصب ممكن يتفرج عليه مليون واحد تخيل بقى مليون واحد المليون دول لو تقسمهم وتصنفهم لفئات كم م. واحد مثلا مثقف كم واحد مثلا عنده الخلق الرياضي وكم بقى من الشباب المتحمس لان الشباب م. اللي طالع جديد بيبقى متحمس جدا جدا أكيد. ما عندوش قصه الثقافه الرياضيه انه خلق او او نشا او ترعرع في عصر السوشيال ميديا فلما كبر ما شافش مثلا رئيس نادي بيتكلموا عن اهميه الاخلاق الرياضيه ما شافش مثلا اعلاميين بيظهروا قدام التلفزيون وبيكلموه الا من رحم ربي يعني بيتكلموا عن اهميه نبذ لا ده هو بيتابع السوشيال ميديا فبيلاقي مثلا كابتن سين سين مثلا او كابتن صاد بيطلع بيتكلم بوست بقى تحفيل فياخد الموضوع ده وكانه اصبح امر معتاد فيجب ان نحل المشكله دي من جذورها بشكل سليم وبشكل منطقي. طيب هي الفكره دي كمان كنت عايز اتكلم عليها ان المسؤوليه كمان هي مسؤوليه مشتركه بيننا كلنا يعني بين وسائل الاعلام صحيح وبين المؤسسات الرياضيه اللي هي بتبقى موجوده صح. وكافه المنظومه المجتمعيه داخل صحيح. المجتمع في الحقيقه صحيح احنا نحقق هذا الغرض يعني وكمان هل في خطه للمركز ده اللي هو بيتواصل مع كافه الفئات او كافه المؤسسات في الدوله اللي احنا نخلق حاله من الوعي عشان نوصل للهدف لان هو هدف ده احنا في الاخر في الاخر هو بيخص الناس كلها اللي موجوده انا طبعا اثق كل الثقه في الدكتور اشرف محمود وهو رئيس هذا المركز وصاحب هذه الفكره ما علمته ان الفتره المقبله هيكون هناك على مستوى الاعلام بما ان احنا اتكلمنا باهميه التوعيه في مجال الاعلام للتعصب الرياضي هيكون هناك دعوات لاقامه ندوات مشتركه تجمع بين اعلاميين معروفين بانتمائهم للاهلي واعلاميين معروفين بانتمائهم لنادي الزمالك وان يكونوا قدام الناس في مؤتمر واحد وفي ندوه واحده ويطلعوا يتكلموا عن أهمية التعصب آه برضه لازم يكون هناك نوع من أنواع نبذ الخلافات بين المتشاجرين وأنا بقول لك حضرتك هو بقى الشجار بقى آه وخناقة شوارع برضه بين الرموز في الوسط الرياضي لأن أي شخصية عامة في الوسط الرياضي لها تأثير سواء كبير أو صغير على الجماهير المحطين. بدرجه او باخرى، سواء بقى لاعب في خلاف بين لاعب مثلا شهير في الاهلي ولاعب في الزمالك او خلاف بين رئيس نادي الزمالك ورئيس النادي الاهلي يجب ان تحل هذه الخلافات ومن ثم الجماهير تبدا تشوف صوره مختلفه عن الصوره المتداوله اللي احنا بنشوفها كل يوم على شاشات التلفزيون وعلى قنوات الانديه الخاصه وبرضه لما نيجي نتكلم نتكلم بقى بمنتهى الصراحه لما نيجي نتكلم في موضوع نبذة تعصب رياضي في مصر بالتحديد رقم واحد ودي برضو أنا بوجه رسالة للمسؤولين على المركز لازم يا جماعة يكون هناك نوع من أنواع السيطرة على القنوات الخاصة في مصر. بمعنى أنا ما ينفعش تبقى القناة الخاصة القناة الخاصة تبقى قناة مهتمة بتغطية أخبار النادي ولقاءات النادي ونتائج النادي وخلاف وتحليل نتائج لاعبين النادي، لكن اللي إحنا بنشوفه دلوقتي من القنوات الأندية الخاصة في مصر بيبقى فيه تلاسن وفيه تراشق وده يهاجم ده وده يقول تصريح ده يرد على ده فده بقى إيه بقينا نمشي ورا معايير مختلفة بتحقق مشاهدات للأسف مشاهدات زائفة إن اه إحنا نعلي الترافيك ونمشي ورا الترند. طيب لو اتكلمنا عن التعاون كمان بين المركز والاتحادات الرياضيه الدوليه المختلفه بقى يعني سواء في الوطن العربي او غيرها بالطبع صحيح. لان هو المركز الدولي كمان للحوار الرياضي صحيح. يعني الخطه الموضوع في هذا الصدد صحيح انك يبقى عندك مركز دولي للحوار الرياضي وبينطلق من مصر ده ليه اهميه كبرى لانك انت مش بتشتغل على الموضوع في مصر بس لكن انت بتشتغل على الموضوع في العالم كله وخاصه الدول العربيه وطبعا كان حاضر تدشين المؤتمر نقيب الاعلاميين العرب وعدد من الشخصيات المعروفه في الوسط الاعلامي العربي ان برضه هو موضوع التعصب الرياضي مش عندنا في مصر بس يا جماعه هو موجود بصور اخرى باشكال اخرى ممكن تكون اكثر شراسه في بعض الدول واقل حده في بعض الدول لكن هو مثلا ممكن يكون موجود مثلا بين مشجعي الهلال والاتحاد مثلا في السعوديه ممكن يكون موجود بين مشجعي مثلا الجزيره الاماراتي والعين الاماراتي مثلا في الامارات هو موجود بشكل او باخر لكنك انت تطلق هذا المركز من مصر وتبدا بقى ان المركز ده يباشر عمله في التوعيه والانطلاق والمبادرات والندوات التي تقام في عدد من الانديه المختلفه في الدول العربيه فده اكيد هيلقي بظلاله بالفائده وبالنفع على ظاهره التعصب الرياضي في الوطن العربي واتمنى م. ان الظاهره دي تقل بشكل كبير في الفتره المقبله. القصه كمان مش قصه تعصب رياضي، احنا عندنا مشاكل كتير في الرياضه للاسف الشديد صحيح. في الأول والأخير فهل هيكون دور للمركز في هذا الامر ايضا والتعامل مع بعض القضايا الاخرى غير التعصب الرياضي فيما يخص القضيه الرياضيه بشكل عام؟ الرياضي؟ اتمنى هو بص حضرتك هو احنا كل فتره وفتره بنشوف خناقه جديده مم. وكان الجمهور دلوقتي بقى معتاد على موضوع الخناقات <applause> يعني أنا مش عاوز أسمي خناقات بعينها علشان ما نبهش أو ما نلفتش انتباه المشاهدين لخناقة موجودة حاليًا، ولكن المفترض وأنا عارف الكلام ده إن المركز برضه هيمارس دوره في إن هو ينبذ موضوع الخلافات ما بين المسؤولين والرياضيين في مصر، <applause> يعني ما ينفعش مثلًا يكون في خلاف بين أحد أبناء النادي الأهلي وبين النادي الأهلي أو بين أحد أبناء النادي الأهلي وبين لاعب سابق مثلًا في الزمالك، أعتقد إن المركز هيمارس الموضوع ده إن هو يبدأ إن هو يعني يقضي على المشكله قبل ان تتفاقم المشكله انها بتعمل صدى كبير جدا في المجتمع وزي ما قلت لحضرتك بيصل الى البسطاء وبيحصل وبيصل الى التشاجر بين الافراد والاصدقاء واحنا يا جماعه بنتكلم ان احنا دايما بنناشد القيادات في الدوله ان احنا نزود اعداد الجماهير وان احنا نشوف الاستداد تاني زي 2010 و2013 ان احنا نشوف الاستداد بسعه كامله واعتقد ان رابطه الانديه بذلت مجهود كبير جدا و وتم زياده عدد الجماهير ل 6000 لكن احنا نفسنا نشوف استاد كامل طبعا نشوف استاد كامل مليء بالجماهير ونشوف هذه المتعه اه تاني امتى ما هو لازم يكون هناك اه قله وحد ليه موضوع التعصب الرياضي بين الجماهير اديني طيب. بقى اللي يشجعني انا كدوله ان انا ارجع الجماهير وان احنا ما نعملش مشاكل وما نكررش مقاسي وتجارب احنا مش عاوزين نفتكرها طيب لو اتكلمنا عن المواطن البسيط بقى كمان يعني احنا اتكلمنا عن المسؤولين ودورهم والمفترض ان يتجاوزوا الخلافات صحيح. وغير ذلك من الامور ومصالح الشخصيه وغير ذلك طبعا حاجات كتير طبع جدا طبع يعني. طبع 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 و... يعني طيب المواطن البسيط ازاي يتعامل ايضا مع هذا الامر برضو زي ما انت بتقول احنا كلنا في بيت واحد ممكن نكون مختلفين لكن في الاخر احنا اخوه واسره واحده ويعني برضو يعني صحيح. لا يجوز ان احنا ننصح وراء هذه الامور حتى لو حدثت كمان من جانب صحيح. بعض ازاي احنا نتعامل مع او ننمي الوعي او الثقافه دي نغيرها ازاي داخل الصحه زي ما اتكلمنا ان لازم يكون هناك توعيه ودي كلمه كبيره قوي لما اقول توعيه يعني لرؤساء نعم. مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره فدي كلمه كبيره قوي يا جماعه مم. وزي ما بنقول ان هناك توعيه للجماهير وزي ما بنقول ان هناك لازم يكون هناك بقى ودي حاجه لازم تحصل من المسؤولين في الدوله يكون هناك سيطره ويكون هناك ثواب وعقاب على مشعلي الفتن على موقع التواصل الاجتماعي ان ده يتجاب ويتحاسب نرجع بقى لدور الاسره والمواطن البسيط الموضوع بينصب على كبير الاسره <applause> وانا بوجه هنا رساله للاباء والحكماء في الاسره. برضه ليه دور في موضوع القضاء على ظاهره التعصب الرياضي لان احنا بنشوف الاسره الواحده دلوقتي مش كلها اهلاويه بالضروره ومش كلها زملكاويه بالضروره، بيبقى فيها اهلاوي ويبقى فيها زملكاوي، اكيد الولد بيبقى عارف وملم بكل اللي بيحصل مع ابنائه. إن لازم يكون ليك دور إنك أنت تقعد تتكلم مع أبنائك إن دي في الأول وفي الآخر يا جماعة رياضة ودي مكسب وخسارة وأنا عارف إن الرياضة بتشكل وجدان الأهلاوي وبتشكل يوم الزملكاوي تخلي الزملكاوي سعيد ولكن في الأول وفي الآخر يجب أن نختلف إحنا من, من حقنا يا جماعة ومن حقكم والله إن أنتم تختلفوا ده أمر طبيعي وأمر صحي كمان في ال في الوسط الرياضي الاختلاف ولكن الاختلاف لازم يكون هناك في إطار من الود والاحترام والتقدير المتبادل ان احنا نبعد عن التطاول والسباب والتجريح والتشكيك في الزمم والاتهامات باشياء ما انزل الله بها من سلطان وان احنا ندخل بقى لدرجه ان احنا نخسر بعض احنا في الاول وفي الاخر اخوات في الوطن واخوات في في البيت واخوات في البلد واخوات في كل حاجه ومن دم واحد وفي الاول وفي الاخر احنا مصريين فمش كوره ومش رياضه يا جماعه لا تخلينا اخسر صاحبي او اخسر صديقي اللي يكسب نقول له الف مبروك اديت او كسبت دي هكذا عورتنا الرياضه واللي يخسر نقول له هارد لك ايه المشكله هي هي الماتشات هتقف هو الدوري هينتهي هو ده مثلا هيكون الماتش اللي جاي مثلا في الصور بين الاهلي والزمالك هيكون اخر ماتش من الاهلي والزمالك ما طبيعي الاهلي يكسب او الزمالك يكسب الرياضه مستمره يا جماعه طيب وتو طيب احنا داخلين بقى على الدوري والحاجات زي كده صحيح المستوى كمان برضو يا يعني استاذ علي محتاج اعاده نظر برضو كمان مستوى الانديه وال والفرق اللي هي بتبقى موجوده يعني انت شايف المسار احنا بنتعامل مع هذه الامور خلال الفتره الجايه واحنا بنبدا دوري جديد ويعني ونشاط رياضي جديد ولا انت شايف الامور برضو ما زلنا برضو على نفس العقبات ونفس المشكلات ونفس التفكير ونفس كل حاجه اللي احنا موجودين فيها لا انا 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 شايف ان ان الموسم اللي جاي هو يعني يمكن هو موسم مختلف بس من الناحيه الفنيه لكن احنا دلوقتي بنتكلم من الناحيه التوعويه انا اتمنى وعلى فكره بقى انا بوجه بقى من هنا نداء لكل رؤساء الانديه الجماهيريه وما اقلهم م. يعني انا بقول لحضرتك وانا مكسوب ولا اقلهم احنا بنتكلم عن حوالي خمس او ست انديه جماهيريه في الدوري المصري والباقي انديه آه شركات انا بوجه نداء ان الانديه الجماهيريه دي يعني كل رئيس نادي في خلفه مئات الملايين ومئات وعشرات الالاف من الجماهير ان هم يكون هناك اجتماع موحد بين رؤساء الانديه الجماهيريه ويحطوا كده استراتيجيه معينه ويتفقوا على ان هم يخاطب جمهورك انا 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 دايما بشجع رئيس النادي اللي يطلع يخاطب جمهوره واللي يطلع يندد ظاهره التعصب الرياضي وبشجع كل رئيس نادي يطلع يمد ايده لنبذ الخلاف انا بشجعه لازم يا جماعه انا انا رسالتي مثلا رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب مع احترامي ليه والمستشار مرتضى منصور والحاج محمد مصلحي وكل رؤساء الانديه الجماهيريه يا جماعه لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان خاطر البلد هي في الاول وفي الاخر الاهم من الاهلي والاهم من الزمالك والاهم من الانديه كلها ومن الرياضه كلها هي البلد فهيجب ان احنا نحط ايدينا في ايدينا بعض عاوزين يا جماعه لان هو موضوع التعصب ده بيأخر عجله التنميه في الموضوع أكيد. الرياضي وليه سبب من الاسباب ان احنا بنتراجع في الـ الـ النتائج الـ. واحنا بالدليل احنا يا جماعه للاسف مش مشاركين في كاس العالم القادمه يعني. طيب انا بتكلم على المستوى الفني كمان انت طيب. شايف المستوى احنا فين وصلنا لغايه فين وكمان سواء من المنتخب سواء الموسم اللي هو المحلي او كده يعني شايف انت عايزين نرتقي بالكره حاسس ان احنا في تراجع صح كده يعني كان في لا لا, لا, هو يعني طبعا هو, يعني هو عايزين نرتقي بالامر بقى خلال الفتره اللي جايه ونحقق بطولات بقى زي ما كنا آه متعودين يعني هو هو صحيح بالفعل كان هناك في تراجع مخذي في الكره المصريه وانا لما بتكلم بتكلم عن تراجع للاسف برضه انا مكسوف انا بقول تراجع اداري مم 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 السبب في ان احنا مش موجودين في كاس العالم للاسف اخطاء اداريه بتحصل بنشوفها متكرره مع اختلاف المجالس بنشوف اخطاء ساذجه بتكلف المنتخب وبتفقد الشعب ده انه يفرح فرحه من قلبه انه يشوف منتخبه في كاس العالم ولكن احنا بنشجع بدايه اعاده التطوير ان احنا عملنا يا جماعه اعاده هيكله واعاده تطوير وبدانا من الصفر اكتر من مره ولكن في كل مره انتوا هتبداوا من جديد هنرجع ونتكلم ونبدا من جديد ونعالج الاخطاء روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر جاي وبيعمل بقى ايه بيبني المنتخب من الصفر وعنده خطه انه يقلل اعمار اللاعبين في المنتخب المصري عشان نقدر نصل لكاس العالم 2026 -20 دي خطه بعيده المدى لازم نشتغل عليها بشكل جيد ولازم ندي الراجل فرصته نبعد م. بقى يا جماعه عن حماقات الماضي الراجل خسر ماتشين او ادى اداء نستمع للجماهير على السوشيال ميديا يا جماعه ارجوكم يا رئيس مجلس اتحاد كرة القدم طبعا المحترم صديقي العزيز الأستاذ جمال علام يا رؤساء مجالس الإدارة يا ريت نصم أذاننا عن أصوات الجماهير يعني الجماهير طبيعي تكون غضبانة من نتيجة ماتش لكن ما ينفعش ناخد قراراتنا مم. من السوشيال ميديا ما ينفعش ناخد قراراتنا من السوشيال ميديا، اما بقى من الناحيه الفنيه للموسم الجديد انا شايف من وجهه نظري ان الموسم الجديد من بطوله الدوري المصري سيكون الاصعب فنيا في تاريخ البطوله، ليه م. بقى انا بقول الكلمه دي؟ م. احنا دايما يا استاذ محمد بنبقى معتدين ان دايما المنافسه في مصر اهلي وزمالك. <applause> قبل كده كنا ممكن نشوف من مثلا 19 سنه أهلي زمالك اسماعيلي الموسم الاخير لاول مره بنشوف منافس حقيقي بيصل للأمطار الاخيره هو بيراميدز بيدخل مع الاهلي والزمالك الموسم اللي جاي بقى هنشوف بقى زياده في التنافسيه من خلال ارتفاع عدد الفرق المتنافسه واللي عندها صفقات قويه جدا 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 زي مين نتكلم عن فيوتشر نتكلم عن سيراميك كليوباترا نتكلم عن الاسماعيلي وعوده الاسماعيلي بصفقات مميزه قوي قوي ونجيب مدرب مخضرم خد الكونفدراليه الافريقيه مع النادي الاهلي واخو كارلوس جريدو بعوده الحاج كامل ابو علي في المصر البورسعيدي وان هو يدعم بصفقات سوبر الصفقات السوبر برضه اللي موجوده في امبي برضه فرق الصعد برضه دعمت بشكل جيد فانت هتشوف منافسه فنيه قويه ودلوقتي الفكره يا جماعه بتاع الانديه اختلف زمان مثلاً الإسماعيلي لما كان بيكون فيه لاعب مميز كان م. وتعرض عليه مبلغ كويس من الاهلي او من الزمالك بيفرط فيه ام بي لما يكون هناك في لاعب مميز بيفرط فيه دلوقتي الانديه فكرها اختلف م. قال لك لا انا من حقي ان انا انافس وادخل واشارك في البطولات الافريقيه فمبقاش بالسهل انك انت تتخلى عن اللعيبه بتاعتك مهما كانت الاغراءات الماليه وده اللي صعب موسم الانتقالات مثلا على فريق كبير بحجم النادي الاهلي ان عدد من الانديه رفضت انها تسيب نجومها برغم م. العروض الكبيره اللي كانت مقدمه للنادي الاهلي والعكس صحيح شفنا الموضوع ده مثلا في ابراهيم عادل شفناه مثلا في الزمالك مع مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد فلا فاحنا بنتكلم ان الموسم اللي جاي هيكون هناك منافسه قويه جدا واللي هياخد البطوله دي السنه دي مع وجود الفار اللي بيحقق جزء كبير من العداله هيبقى بطل حقيقي فنيا ومن حيث العدل برضه بطل عظيم طيب وده امر صحيح اعتقد ده كده طبيعي. كده طبيعي يعني صحيح. الاختلاف ده والتنوع قصدي اللي هو موجود ده يبقى يفرز يعني منتخب ممكن يكون قوي ويفرز مواهب آه آه مواهب كبيره جدا يعني ويفرز مواهب وإزاي احنا نحط ده في الحسبان كمان يعني اللي احنا نؤهل هذا المنتخب زي ما انت حضرتك بتقول ان في خطه لهذا الامر وكمان على المستوى الافريقي ازاي احنا نرجع تاني برضه كمان يبقى لنا دور كبير جدا ولنا وضع كبير زي ما كنا في القاره الافريقيه. صحيح اولا الموضوع ليه معايير مختلفه لان الكره افريقيه اتغيرت بشكل كلي وجذري احنا مثلا لما كنا بنتكلم على فتره المعلم حسن شحاته 2010 و2008 و2006 فكان هناك بعض المنتخبات اللي بنقابلها نقول عليه ده منتخب قوي وبعض المنتخبات بنقابلها نقول لا احنا هنكسب 8 6 مستريح. دلوقتي الامور اختلفت تماما, تماما. المستوى الفني في القاره الافريقيه ارتفع بشكل كبير والدليل على كلامي ان عدد من الفرق الكبرى في الدوريات الاوروبيه بتستخدم لاعبين ومواهب شباب من نيجيريا ومن السنغال ومن عدد من الانديه الافريقيه فالموضوع بقى مختلف نقدر نشتغل على الموضوع ده ازاي الموضوع مش هقول لك بقى بيبدا من الدوري المصري بيبدا من قطاعات الناشئين <applause> أنت بتتكلم على خطة مستقبلية، الخطة المستقبلية هو اللاعب اللي عنده 28 سنة دلوقتي ولا اللاعب اللي عنده 30 سنة دلوقتي ولا 35 سنة دلوقتي يعني أحمد حجازي هيلعب معاه في كأس العالم 2026 <applause> أكيد لأ هيكون تقدم في السن وسنه زاد بتتكلم على محمود حمدي الونش هيلعب معاك في كاس العالم ستة وعشرين فانت لازم تتكلم انك انت تعد كوادر فنيه في قطاعات الناشئين في الانديه وانك انت تسيطر على الموضوع ده وتهتم بدوريات الناشئين وتهتم بالمنتخب الاولمبي وتهتم بالمنتخب للشباب واعتقد إن خطوه جيده ان احنا نستقدم مدير فني سابق للمنتخب البرازيلي للمنتخب الوطني راجل هيعمل استراتيجيه كويسه واستراتيجيه محترمه فالم الموضوع ده هو عامل مشترك ما بين اتحاد الكوره والمنتخب الاولمبي اللي هو النواه وما بين الانديه وقطاعات الناشئين في الانديه التي من المتوقع انها تفرز مواهب هي تكون بقى مستقبل الكره المصريه في الفتره المقبله. طيب انا السؤال الاخير بقى كمان لحضرتك هنتكلم عن اللي هو مركز الحوار بقى يعني انت شايف احنا اهداف جميله جدا موجوده صحيح لكن اكيد هيكون في عقبات برضو كثيره لازم يتعامل معها المركز خلال الفتره اللي جايه طبعا يعني صحيح. ممكن احنا بنلمس على ارض الواقع صحيح. الوضع داخل المركز بيسمح لي لمواجهه هذه العقبات والتعامل وان يكون في كمان في المقابل صدى او تع... يعني رد فعل من الكلام اللي احنا كلمناه ده يكون في رد فعل واستجابه كمان صحيح. لما ينادي به المركز من رساله ساميه في الحقيقه يعني. صحيح لا هو من حيث ان يكون في عقبات وان الموضوع صعب لا هو الموضوع فعلا صعب و... والمركز والمسؤولين عن المركز هيواجهوا تحديات كبيره جدا 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 عشان يحققوا الاهداف المقترحه من تدشين هذا المركز. رقم واحد حده الخلاف وحده التعصب قويه فانك انت تعالج مشكله بهذه الحده وبهذه القوه امر هياخد منك وقت, وقت طبعا برضو العند اللي بيبقى موجود ما بين الطرفين مسؤولين هنا ومسؤولين هنا برضو هياخد منك وقت. لكن عشان تنجح فكره لازم تظهر الفكره دي بشكل كويس أوه. لازم تسوق للفكره دي م -م. بشكل كويس وهنا يظهر ادوار مختلفه وابعاد مختلفه للموضوع يجب على كل وسائل الاعلام احنا بنتكلم بقى انا بتكلم مش بتكلم على الاعلام المرئي بس انا بتكلم طبعاً. على الاعلام المرئي والاعلام المطبوع ومواقع التواصل الاجتماعي لازم كل وسائل الاعلام تشارك وتظهر الموضوع ده وتنجحه وتعمل لقاءات مع الناس دي وتشوف الناس اللي بتعمل فكره جميله عشان تنبذ ظاهره قويه جدا بدل ما نروح نغطي حاجات ملهاش لازم طيب انا بشكرك على تحال الاستاذ علي خلاف الناقد الرياضي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا يا فندم تشرفت وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره لكن فقره هذا الصباح مستمره مع حضراتكم بعد هذه الوقفه الاقتصاديه